صفوف المغتربين البيضاء لم تقطعها ضربات الحرب، فماذا يفعلون وما هي المبادرات التي تنطلق من كل حدب وصوب نصرة لأهاليهم؟ العائلات الصامدة في البلدات الجنوبية التي تتعرض لقصف يومي معاد عاجزة عن تأمين مقومات الحياة الأساسية من محيطها، فالمحلات التجارية والتموينية مغلقة والسيول التي كانت موجودة انتهت، ولكن ما زال المغتربون يرسلون بصماتهم الخيرة التي تخفف من وطأة وصعوبة الحرب على الصامدين في منازلهم. كيف وماذا يفعلون؟ إليكم الإجابة. تأمين الدواء والمأكل والمسكن أيضا للعائلات. وفق شهود عيان تواصلت معهم الجديد، عمد بعض المغتربين إلى وهب بيوتهم للنازحين من ضربات الحرب لحين انجلاء الأوضاع وانتهاء الحرب. شهود عيان تضيف أن خليات النحل لا تهدأ، والمغتربون يعملون ليلا نهارا من أجل تخفيف وطأة الحرب بأبسط الإمكانات الممكنة عبر التنسيق مع رؤساء البلديات وحتى مدراء المدارس. لا تخبر الناس بما تفعله من خير واجعله سرا محفوظا، يقول أحد المغتربين الذين يعيشون في قطر للجديد إنه يعمل بهذا المبدأ. ومنذ الضربة الأولى التي تلقاها الجنوب عمل على جمع شمل أبناء قريته في المهجر، وهم حوالي 15 شخصا، وباتوا يعملون على إيجاد حل من قلب الجنوب وإلى أبناء الجنوب. كيف؟ عبر التنسيق مع مختلف فعاليات بلدة كفرشوبة الحدودية من أجل إرسال مبلغ 15,000 دولار تقسم على الشكل التالي: 10,000 دولار مساعدات غذائية ومواد أولية، ومبلغ 5,000 دولار يقسم على الشكل التالي: 2,500 دولار أدوية للأمراض المزمنة و2,500 دولار لتلبية احتياجات الأطفال ومتطلباتهم. هم بيننا، أجسادهم بعيدة لكن أرواحهم وكفوفهم وقلوبهم معنا، وخيرهم لا يزال يتدفق على أبناء بلدهم. فالمغتربين دائما في المرصاد ويسحبون لبنان من قلب الأزمات والرئة التي يتنفس بها الشعب عندما يدخل في أي ضيق كان.